ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My hero Osman, how are you? This is your plan for this month. Please focus with me. إن شاء الله we'll continue سورة الحاقة. Listen to my recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمين فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Thank you my Uthman for your attention and see you soon in the next class. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.